عبد الرحمن، أكيد مش بس بتتعلم على المستوى الفني أو اللعب، بتتعلم حتى من روح المسؤولية اللي بيتكلم الروح اللي بيتكلم بيها دلوقتي كابتن عبد اللطيف، صح؟ طبعا هي دي حاجة لازم نتعلمها من وانا صغير، عشان بعد كده لما ابقى في مكانه لازم افيد بيها الاجيال اللي طالعه. وطبعا يعني دي النادي الاهلي معلمنا واحنا صغيرين، فعلا المسؤوليه هي اهم حاجه يعني في الفرقه. بس المواقف هي اللي بتعلمك، مش بس ان انا اتعلم المسؤوليه، عشان انا دلوقتي بقيت بالظبط، مسؤول، بقيت في الفريق الاول. اكيد انت المواقف دي كمان لما اكيد في ذاكرتك، مش هتطلع منك، انت بتتعلم بالظبط. منها. انا المواقف دي بتيجي من الخبرات يعني، وان شاء الله لما اتحط في مواقف اكتر وخبرات اكتر هعرف. لا، وعايز اقول لك، خلي بالك انت لسه بدأت المشوار، الناس دي تعبت جدا ما انا جدا عارف عشان طبعا، توصل والله للحتة شفتهم دي. يعني. فدايما خليك اولا لازم تكون، انا بكلمك يعني حاجات بنقولها للعيبة الكرة اللي لسه طالعة، وجودك في مكان دوت كتير من الناس تتمناه، وانت بتشوف بالظبط الكلام ده والله، زمايلك فيه، بالظبط. فانت تحافظ على الجزئية دي. وانت بتبص للكباتن زي الكابتن عبد اللطيف ان هو بيوصل للمكانة دي، اساله بينك وبين نفسك كده، تعب قد ايه واجتهد قد ايه طبعا وتعور قد ايه، كتير فالمشوار طبعا. طويل ان شاء الله. نتمنى انك يعني بتقعد تتكلم تمشي كده في هذا. مع الكباتن بتكلم الكبير؟ والله معاهم، بس يعني ساعات ساعات لا. لا، انت خلي بالك، اصل اللي بيعمل تاريخ دوت مفيش حد عمل تاريخ غير ما يكون ضحى، بالظبط، صح. مستحيل يعني. انت بتتكلم لعيب كوره بقى، لعيب سله، لعيب طايره، اللي بتلاقي الاساطير اللي اسمائها موجوده في النادي الاهلي وفي منتخب مصر، الكلام ده ما وصلش بالساهل. طبعا انت كلاعب صغير ولسه طالع، ان شاء الله تلتزم كويس قوي وتعرف انك موجود في حته كويسه قوي كيان النادي الاهلي، وتعرف ان المشوار طويل. والكباتن كمان انت عندك فرصه ان هم موجودين في الملعب، يعني بتعلم بيسندوك منهم في كل يوم الملعب، والله ومعاك فعلا. اساطير في الفرقه، يعني معاك فعلا اسماء اسماء بالظبط. كبيره.